المحاضرة النهاردة عن خرائط التدفق. خرائط التدفق دي جزء رئيسي في البرمجة الهيكلية بلغة الـ C++. خرائط التدفق بتتكون من مجموعة من الأشكال. المبرمج لما بيشوف الخريطة بيبدأ يفهم كل شكل بيمثل إيه بالضبط في البرنامج. عشان كده خرائط التدفق دي تستخدم في بيان خطوات حل أي مسألة، كيفية ارتباطها ببعضها، وكل جزء متعلق بإيه سواء داخل أو خارج أو الجسم البرنامج أو اتخاذ قرارين. عندك الشكل البيضاوي في الشكل اللي ده بيوضح عملية البداية أو النهاية start أو stop. شكل المستطيل بيمثل أي عملية حسابية. دايما احنا في البرامج بيبقى في الهدف من البرنامج هو حاجة معينة بنحسبها أو بنوضحها، فدي بتستلزم عمليات رياضية أو حاجة زي كده، فبنمثل هذا داخل صندوق مستطيل. زي ما هو واضح قدامك، مثلا أنا بجمع هنا حاجتين اللي هما إكس زائد واي. الشكل الثالث عندنا هنا اللي هو بيمثل متوازي أضلاع. هذا الشكل احنا بنستخدمه في اي ادخال او اخراج، المدخلات المعطيات فاللي هي مكونة اساسا من مجموعة من المعلومات، فبنمثلها بالشكل المتوازي الاضلاع، ودي في نفس الوقت هنلاقيها في الخارج المخرجات اللي هي اني بطبع اللي هي سي اوت. واحنا حبينا نقول المحاضره دي دلوقتي ليه؟ لان احنا عرفنا حاجات داخل المعمل ازاي بننفذها. فالانبوت والاوتبوت اللي هو السي ان والسي اوت. الشكل الرابع اللي هو المعين. المعين ده الغرض منه ان باخد قرار. ويمكن احنا تعرضنا في المحاضرة الفاتت لعبارة if statement اللي هي اتخاذ قرار. كانت المعين ده كان بيطلع منه سهمين خارج. سهمين الخارج دول بيوضحوا يا اما الكونديشن ده او الشرط ده بيوضح ان هل هناك اجابة صحيحة او اجابة خاطئة او true او false. فهنا كنت باخد اتجاه احد الاتجاهين، فده بنسمي هذا المعين ده اللي هو اتخاذ القرار. وشفناه في الاف. هنا بيقول لك اس اكس بتساوي، هل اكس بتساوي يس او نو؟ يس بتاخد اجراء ونو بتاخد اجراء اخر. الاسهم طبعا بتوضح اتجاه التدفق او السريان. فكون السهم جاي من فوق للمستطيل يبقى ده داخل، والسهم الآخر هو الخارج. الشكل قدامك الثاني ده بيوضح احنا لسه طبعا ما تعرضناش لللوب، ان شاء الله هنشرحها. لكن ده اللي هو تكرار. لو ما يكون في عندي تكرار او في دوران، بمعنى ايه؟ ان انا مثلا ممكن لو مثلا اقولك ممكن اجمع هات مجموع الأعداد من 1 لـ50. في الحالة دي أنت بتعمل ما يسمى بالحلقة أو اللوب أو اللي هو في هنا. فجمع الأعداد من 1 لـ150، ففي الحالة دي أنت محتاج تجمع 1+2+ and so on بالطريقة دي. أقدر أجيب هنا بنسميها دي هنا اللي هي التكرار أو الدوران.
أو اللوب. أهمية استخدام خرائط التدفق. أولا بتعطي صورة متكاملة للخطوات المطلوبة لحل المسائل في ذهن المبرمج. أنا ببقى عارف إني أنا البداية النهاية من جوه أنا هعمل إيه، بودي الشكل المسألة وهكذا، بحيث تمكنه من الإحاطة الكاملة بكل أجزاء المسألة من بدايتها حتى نهايتها. تساعد المبرمج على تشخيص الأخطاء التي تقع عادة في البرامج، وبخاصة الأخطاء المنطقية والتي يعتمد اكتشافها على وضع التسلسل المنطقي لخطوات حل المسألة لدى المبرمج. تساعد المبرمج على تشخيص الأخطاء في أي جزء من أجزاء المسألة بسرعة ودون الحاجة لإعادة المسألة. ليه؟ لأني أنا لما مثلا دخلت المدخلات، المفروض هنا أنا بعمل أشوف هل أنا في أخطاء، مثلا أعمل برنت، يبقى أعمل إخراج في كل مرحلة من المراحل، أقدر في الحالة دي أشوف الخطأ فين. أهمية استخدام برضو من ضمنهم في المسائل تكثر فيها الاحتمالات والتفرعات، يصبح أمر متابعة دقائق التسلسل أمرا شاقا على المبرمج إذا لم يستعمل بمخطط تظهر فيه خطوات الحل. دايما بيبقى فيه خطوات، فالخطوات دي أنا ممكن هنا لما بتبقى البرنامج كبير أنا أقدر أعمل تحري في كل مرحلة من المراحل. تعتبر رسوم خرائط التدفق مسامح لتصميم حلول بعض المسائل مرجع في حل مسائل أخرى مشابهة، ومفتاح لحل مسائل جديدة لها علاقة مع المسائل القديمة. أنواع خرائط التدفق بشكل عام، يمكن قول أن هناك نوعين رئيسيين من خرائط العمليات، وهما خرائط سير النظم بيسموها السيستم فلو شارت. يستخدم هذا النوع من الخرائط عند تصميم الأجهزة الهندسية في المصانع وغيرها، وتستخدم أنظمة تحكم ذاتية مثل العوامة في خزانات المياه، إشارات المرور الضوئية، درجات الحرارة في أبراج تخزين البترول. تعتبر التدفق هنا بمثابة المخطط الكامل من ترتيب وعلاقة ووظيفة كل مرحلة بما قبلها وبما بعدها داخل إطار النظام المتكامل، ويمكن تلخيص الدور استخدام هذه الخرائط بما يأتي. تبين موقع كل خطوة من الخطوات الأخرى مكون النظام، بحيث يسهل اكتشاف أي خلل يحدث في النظام كله بمجرد النظر، مما ييسر عمليات صيانة الأجهزة وبيقلل التجاهل. دايما في كل نهاية مرحلة بنبقى عارفين إيه الداخل وإيه الخارج، يعني على المرحلة دي المفروض أتحرى الدخل شكله إيه والخارج شكله إيه، وده عن طريق إن أنا بعزل هذه المرحلة في البرنامج وببدأ أشوف هل أنا الدخل صح في والخارج صح. تسهل إجراء التعديلات قد تضر مستقبلا على برنامج النظام في أي وقت، أنا ممكن أغير في البرنامج مستقبلا وازود حاجات، او ممكن استخدم البرنامج ده في حاجه تانية برضو بعد كده بس بعد اضافه التعديلات المناسبه. بيان التفصيلات عن المعطيات المطلوبه ادخالها زي ما قلت دلوقتي، اني انا ممكن ابدا اشوف كل مرحله ايه داخلها وايه خارجها، ايه المعطيات الداخله وايه المخرجات الخارجه. بيان تفصيل عن انواع النتائج حته برضو لسه ما زلت بكملها، اللي هي النتائج المتوقعه او المطلوبه منها. لأن أنا ممكن بقول أعزل، ممكن أعمل عزل لكل مرحلة من المراحل، كل خطوة من الخطوات، وأعمل بيان طرق ربط النظام ببقية الأنظمة الموجودة في المؤسسة المعنية. خرائط سير البرامج بروجرام فلو شارت، سمي هذا النوع من الخرائط النوع الثاني ده لبيان الخطوات الرئيسية التي توضع لحل مسألة ما بشكل رسوم اصطلاحية تبين العلاقات المنطقية بين سائر خطوات الحل.
وموقع وظيفة كل من إطار الحل الشامل المسألة. هذا يمكن تصنيف قراءة سير البرامج إلى 4: قراءة التتابع البسيط اللي بيسموها سمبل سيكونشال فلو شارتس، أو القراءة ذات الفروع اللي هي البرانشد فلو شارت، أو خرائط الدوران الواحد اللي هي سمبل لوب فلو شارت، أو خرائط الدورانات المتعددة اللي هي مالتي لوب فلو شارت. ويمكن للبرنامج الواحد أن يشمل أكثر من نوع واحد من هذه الأنواع، ممكن يستخدم أكثر من نوع داخل البرنامج الواحد. أول نوع بدأ شرحه هو خرائط التتابع البسيط اللي هو Simple Sequential Flowchart. يتم ترتيب خطوات الحل لهذا النوع من الخرائط بشكل سلسلة مستقيمة من بداية البرنامج حتى نهايته، بحيث تنعدم فيه أي تفرعات. هنا مفيش أي تفرعات، ويقصد بهنا بالتفرعات اللي هو زي مثلا اتخاذ القرار. كان اتخاذ القرار قلنا هنا إن فيه اتجاهين، فهنا مفيش، لا ده أنا مجرد بحسب حاجات بسيطة جدا وتبدأ، فما فيش أي تفرعات أي دورانات، يعني ما فيش لا إف لا إعبارات إف ولا لوبس ولا هكذا كما هو موجود في الأنواع الأخرى من الخرائط. زي مثال مديلك مثلا عملية شراء كتاب من مركز بيع كتب، ارسم خريطة، خريطة السير برنامج فلو شارت ليوضح عملية شراء كتاب من مركز بيع الكتب. أنا دخلت المكتبة عاد أشتري كتاب، فهذا ال فدي هنا الحل طبعا سهل جدا. أنت بتدخل المحل تطلب، فعندك ستارت من الشكل البيضاوي، وبعدين هتطلب الكتاب أو أي حاجة تانية. فكله طلبت كتاب 1 2 3، بعدين هيبدأ الراجل يكتب الفاتورة وتدفع الفاتورة وتتقدر. مفيش هنا اني حلقة او اتخاذ قرار وهكذا، فدي سهلة جدا. المثال الثاني زي ارسم خريطة سير برنامج اللي هي الفلو شارت لإيجاد مساحة ومحيط دائرة نصف قطرها معلوم. احنا عارفين ان الدائرة المساحة بتاعتها اللي هي خدناها كتير جدا اللي هي طهنق تربيع او باي مضروبة في ار سكوير، حيث ار ده هو نصف القطر، ومحيط الدائرة اللي هو 2 طهنق اللي هو 2 اللي هو باي في 2 ار. الباي طبعا هي النسبة التقريبية اللي احنا بناخدها اللي هي 22/7 او 3.14%. الار هو متغير يمثل نصف قطر الدائرة، وطالما جت كلمة متغير هنا احنا من شغلنا في المعمل عرفنا المتغيرات اللي هي اللي بيسموها الفاريبل، اللي هي الفاريبل، ودي مهمة جدا لما بنكتب البرنامج ان احنا نعرف هذه المتغيرات اللي هي define the variable اللي هو تعريف المتغيرات، تعريفها في البرنامج ان احنا بنختار لها يا اما هذه المتغيرات integer او اللي هي int او double او فلوت، لازم تحدد هذا. طبعا مساحة الدائرة، فانت لازم هنا احد المتغيرات المهمة جدا اللي ما يعرفش حل المسألة من غير هذا المتغير وهي نصف القطر، فلازم بتدخل القيمة بتاعته واعرفها جوه البرنامج، وبعدين احسب الدائرة على طول مباشرة اللي هي باي ار سكوير. فعملية حسابية بسيطة جدا نقدر نعملها في السي، معادلة رياضية هي طهنق تربيع أو باي آر سكوير. محيط الدائرة اللي هو المعادلة بتاعته اللي هي 2 طهنق أو باي 2 باي آر. وبعد كده ببدأ أعمل برنت
للقيم اللي هو المخرجات. فهنا واضح من هنا ان في مدخلات وبعدين في مخرجات وبعدين في تعريف للمتغيرات اللي انا استخدمتها باي ده قيمة ثابتة. فخلاص انت هتدخلها 3.14% في البرنامج ما فيش مشكلة، لكن الارض لازم تعرفه زي ما قلت بان هو هل انتجر ولا دبل ولا فلوت. وبعدين ببدأ بودل الجسم المسألة نفسه اللي هو العملية الرياضية اللي انا حسب بها مساحة الدائرة او محيط الدائرة. في النهاية بطبع المخرجات او النتائج اللي هي بالسي اوت زي ما عرفت. عامل هنا هو برضو فلو شارت يوضح ستارت طبعا بداية وبعدين ريد المتغير الوحيد في الفلو شارت بتاعنا اللي هو نصف القطر اللي هو الار، وبعدين هيدخل قيمة الثابت اللي هو باي، وبعدين هيبدأ يحسب المعادلة الرياضية بقى هنا المعادلة الرياضية اللي هو طبعا هنا بدأت أعمل غير مستطيل للمعادلات الرياضية، سواء كانت ثابت بدخله أو سواء كان مساحة الدائرة أو محيط الدائرة، وبعدين المخرجات زي المدخلات اللي هي ريد آر هناك كان اللي هو متوازي الأضلاع، هنا أيضا متوازي الأضلاع هقرأ الآر وهقرأ هطلع الإيه وهطلع، وفي النهاية هبدأ أنهي البرنامج بستوب وشكرا.